أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول عرفنا من خلال الشرح أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد وينقص، والمؤلف البربهري رحمه الله لم يذكر الاعتقاد لما قال من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الاعتقاد من عمل القلب يا أخي، الاعتقاد من عمل القلب، فهو داخل في العمل، عمل القلب يعني. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.